عسلامة، شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل وبصحة جيدة، وشكرا لكم على تعليقاتكم وعلى متابعتكم المتميزة لقناتي. كما تشوفوا أنا قاعدة قصيتوني شوية دجاج تريفات صغيرات، قصيتوني كيف كيف قاعدة نقص معاكم في البصل. دونك اليوم باش نعملوا طاجين ريغوتا وسبناخ تونسي. الطاجين هذا بالريغوتا اللي سبق وشاركتها معاكم معناها في وصفه سابقه، نخليكم الرابط في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي ما شافوش معناها الغسيل معناها الطريقه نتاع الريغوتا اللي عملتها انا في الدار، والسلطه زيدا كيف كيف. دونك فوالا، ان شاء الله نشوفوا اول مره الفيديو. ما تنساوش تابوني في كيتشن اميل تونسية. مرحبا بكم الناس الكل. وبطبيعة الحال ما حبيتش نعمل معناها نفس الوصفة في وصفة الريبوتا. أول حاجة لأني عملت لكم السلاد، وثاني حاجة باش ما يكونش الفيديو طويل كيف كيف، وطاجين السبناخ سيرتو والريبوتا اللي معمولة في الدار. دونك تشوفوها وحدها بخير. دونك توا باش نحط، سامحوني باش نحط هنا الزيت. حطيت المقلة نتاعي، نحط الزيت يسخن، نكمل كيف كيف نقص تريفات البصل نتاعي. انا خديت البصل هذا، تنجموا تاخذوا البصل الاخر اللي تحبوا عليه معناها نتوما. فوالا دونك خديت هوني تريفات دجاج. فوالا تنجموا تعوضوه باللحم مفروم، تعوضوه بال... اليوم انا اخترت باش نعملو بالدجاج وبال كيما نقولوا احنا بالدجاج معناها مش بال باللحم مفروم. فوالا دونك توا نقرب شويه هوني نمشيو مع بعضنا. فوالا الزيت نستناو يسخن شويه، نحطو بطاطا الحال البصل واللحم نقليو مع بعضها، نقربو زيدا كيف كيف الفواحات. الفحات نتاعي هوني باش ناخو شويه كركم، كل واحد الحقيقه وطريقته. الفحات اللي مستانس بيهم التوابل، معناها كي نقول فحات احنا في تونس راهي التوابل او بهارات. فوالا خاطر ساعاتي يسالوني استانسنا ديما بالفحات. فوالا دونك حطيت هوني شويه فلفل اكحل، حط هوني شويه بالكرويه. هذوما ماما ربي فضلها كل شيء جاري. هوني باش نحط شويه قدر مغرفه صغيره ثوم مرحي. فوالا توا يتقلاو شويه مع بعضهم. تنجمو تاخذوا طنجره، انا حبيت ناخذ المقله باش نجم معناها تنجمو نتوما تشوفوا زاده خير. فوالا بي في المرحله هذه بالضبط وقت نحسوا اللحم بدا معناها بشويه بشويه، سورتو معناها الدجاج في صافي ما ياخوش منا برشا وقت، باش نضيف انا كاس ماء. فوالا ونخليه بالباهي بالباهي يطيب. نرجع لكم ان شاء الله وقت اللي باش نحطوا السبناخ. بطلع حال السبناخ انا خذيته قصيته معناها
وكيما نقولوا احنا وغسلته الكل وخليته يتسخطر. دونك بعد ما طيبوا الحمام تاعنا نحطوا السبناخ تنوريكم ان شاء الله. فوالا بوقت حسينا سامحوني في بالي تصور مي بون وقت حسينا الدجاج معناها طاب وكل الصوص هذاك اللي حطيناه معناها نشف معناها شرب شويه مش خليه. دونك حطينا هوني السبناخ نتاعنا. دونك توا باش نخليه وان الحقيقه نحب اللون هذاك يقعد اخضر ما نحبش معناها يذبل على الاخر. دونك هاكا نقصت برشا في الغاز ونتبع فيه بشويه بشويه. توا شويه ونطفي عليه ونخلي الخليط بطبيعه الحال يبرد قبل ما نضيف العظم نتاعي ونضيف معناها بقية المكونات إن شاء الله تشوفوهم تباعا في الغسيت هذه إن شاء الله. خلينا الخليط نتاعنا يبرد بطبيعة الحال. توا بارد من الباهي كما قلت لكم أنا ما نحبش معناها السبناخ يذبل معناها على الأخر كما نقولوا إحنا نحب معناها يقعد هكا الأخضر. عندي به الفخوماج هذا نضيفو. عندي زوز نضيف زوزة كهاو الجبونات نتوما كيف ما تحبو. وبالنسبة لل سامحوني جوست هذوما فوالا اوبس. دونك بالنسبة للعظام عندي 7 كعبات باش ناخو بالكعبة. بسم الله العظام بين 6 و 8 دونك انا خديت 7 كعبات باهي. تعرفون الحقيقة بدنا منفعة كيما نقولو احنا الطاجين هذايا. عندي برشا انواع نتاع طويجن عملتها تونسية طاجين ورقة طاجين دجاج طاجين. نخليكم ان شاء الله الروابط نتاعهم الكل في صندوق الوصف. دونك العظيمات نتاعنا سيي فوالا باش ناخذوا الريغوتا هذه هي اللي انا حضرتها. دونك بارتي عملت بها سلاد والبارتي هذه هما جوج صغيرين معناها جوج معناها كيما صغيره يطرح لي ببرا. دونك فوالا باش نحط فوالا الريغوتا نتاعي ميساليش انا تنخليهم حبيت البركه باش نقعد نحي فيهم مش مشكل. ها هي الريغوتا قدر 150 غرام تقريبا سامحوني فوالا. نخلطوا بالباهي كما شفتوا ما ضفتش الملح على خاطر انا الريغوتا نتاعي عملتها معناها ضفت لها الملح وقت اللي حضرتها. دونك وفوحت بطبيعه الحال وما نحبش نضيف برشا ملح ما نحبش اون بليس فما الفخوماج النورمال وباش نزيد توا لو فخوماج غابي. دونك ما شاء الله انا الملح دونك يزي لي انا موجود ديجا في سامحوني موجود في عدني باش نقول قولوا معايا التصوير مش ساهل ولا مش ساهل لازمك تركز ويلزمك تعرف اش تقول هكا هو اللي يخرج اللي نحكيو هذاك هو وبلا يا اخي باش نتصنعو هذاك هو الموجود هكا هو. دونك بالنسبة للفخوماج باش ناخذو منه شوية زيتة شوية الأخرى من بعد. توا باش ناخذو البلا نتاعنا. انا عندي المول هذا المول هذايا السيليكون نعمل فيه ديجاتو وكل قلت يلا نعمل فيه زادا هو ال الطاجين اليوم هيك نبدلو معناها نبدلو شويه الشكل. دونك فقط هوني انا باش ندهنو بشويه زبده ولو انه معناها ما يلصقش مي ساعات تصير لي. دونك هيك حتى الطاجين نتاعي يخرج مزيان فوالا. دونك شويه برا الطاجين تاعنا بسم الله. فوالا
الفرن تاعنا 180 درجة، باش نقص شوية باش نخليه على 170 يطيب بالباهي. ان شاء الله نخرجوا ونوريكم ونقصوا مع بعضنا. توا هوني اوبلا الطاجين حاضر، دخلوا الفور ونستناو نشوفوا كيفاش خرج معانا اليوم. فوالا هذه هي هذا هو الطاجين نتاعنا، دونك خرجناه من المول نتاعو. ان شاء الله تعجبكم الغوسيت ناس الكل وتجربوها بطبيعه الحال، ريكوتا في ميزون ديالي كيما نقولوا احنا. خليكم ان شاء الله رابط نتاع الطويجن التونسيه اللي عملتها من الكل في صندوق الوصف، وكيف كيف نخليكم رابط الريكوتا اللي عملناها مع بعضنا، ولو انه مازال كيما تشوفوا سخون شويه. فوالا هذا هو مازال يعني سخون شويه، لكن انا فوالا خرجته حبيت نقصه ونوريهولكم قبل ما يجيو معناها الناس الكل باش يفطروا بطبيعه الحال، وما نجمش وقتها. يلا نهاركم احلى الايام، نهاركم زين، لي لايك اذا حبيتوا فيديو تاجين اليوم سبناخ وريغوتا بمطبخ امال تونسيه.